عادي بيتصالحوا والله بعد كل اللي حصل بيحصل والله بس برضه يعني الامور يعني بيحصل ياما مدربين ولاعيبه وحصل خصوصا ان واحد فيهم صادق والتاني غير صادق فالمساله عشان خاطر تحصل يا بيه ده في لعيبه بتطلع تقول المدرب مدرس العاب وما كانش ما عندوش فكره وبيلعبوا والدنيا بتمشي الناس بتنسى ربنا مدينا نعمه جميله جدا ده كلام ذوق جدا ده كلام ذوق جدا برضه عشان مساله مهمه جدا قصه ال 100000 دولار اللي اشرحها لك قبل ما تشرح انا بس عايز اوضح للناس ان عصام الحضري الحكم اللي طلع فيه 796 الف دولار صحيح يورو اليورو لدولار مش يورو دولار لصالح النادي الاهلي يعني تحولت من يورو لدولار المحكمه الرياضيه كويس بعد الاستئناف بعد الاستئناف لصالح النادي الاهلي كويس انا عايز بس اقول للناس ان دي مش غرامه لكن دي قيمه انتقال تعويض عن الانتقال تعويض عن انتقال عصام الحضري من لخرق التعاقد لخرق التعاقد من التعاقد من الاهلي لسيون صحيح السويسري صحيح يعني هي مش غرامه والحكم كان طالع انه هيبقى اللي هيدفع القيمه دي بالتضامن بين عصام وبين نادي سيون متضامنين الاثنين صحيح يعني ده 400000 دولار وده 400000 دولار اشرحها طيب هي 796 مجموعة كلها لما جه نادي الاسماعيلي يتعاقد مع اف سي سيون لانتقال اللاعب عصام الحضري كويس كان نادي سيون طالب 800000 دولار والنادي الاسماعيلي عايز يدفع 600000 دولار فحصلت مفاوضات اللي بيها طلعوا ان ال 100000 دولار تنزل من هنا و 100000 دولار تطلع من هنا والنادي الاسماعيلي يدفع ال 100000 دولار دي ايفن ان الاتحاد الدولي اخذ قرار بان الرقم هيزيد عن ال 500000 دولار كويس كده؟ تمام لان هم كانوا يعلموا جيدا سيون ان في غرامه جايه عليهم وموقعه عليهم كويس كده؟ يبقى دي ال 100000 دولار راحت للنادي الاسماعيلي اقل من 500000 دولار هيبقى 50000 دولار وده اللي ما حصلش الغرامه دلوقتي بقت 796 يبقى كده النادي الاسماعيلي عليه كام؟ 100000 دولار تمام كويس لما حصل في اول السنه وعصام طلب ان هو يرحل عن النادي الاسماعيلي وكان جاله عرض من بتروجيت عرض كبير جدا يفوق عرض نادي الزمالك نادي الاسماعيلي ونادي بتروجيت اتفقوا وخلصوا كل حاجه فجاه كده نادي الزمالك دخل في الموضوع على خلفيه مفاوضات حصلت بيننا وبين الجهاز الفني في دبي وحصل الاتفاق خلاص كده نادي الاسماعيلي كان طالب 4 مليون جنيه على نفس العرض اللي جاي له من بتروجيت كويس ف قالوا ان عصام الحضري كان شايل العقود وعمال يجري وراهم في كل حته لا هو عصام وقع معاهم في دبي مش عمال يجري وراهم في كل حاجه ايه راجل بيرتبط بعلاقه جيده بمديره الفني ايه المشكله انا موقع لك على بيضه كابتن حسام وعايز اجي معاك لا بس مساله شيل العقود دي برضه العقود دي ما بتتباعش في الشارع ما العقود دي لازم تيجي من اتحاد الكوره حد يجيبها يعني لا عادي يعني ما ايوه ماشي بس هو وقع فعلا لكابتن حسام وكابتن ابراهيم على بياض تمام ولما جينا مع عمرو ده شيء وكابتن ابراهيم مفيش حاجه عيب يعني وقعنا عقود ثانيه غير اللي موجوده مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم لما جينا دي الزمالك الكابتن ابراهيم كلمني في التليفون وقال لي محمد انا قاعد مع ممدوح بيه واحنا مش هندفع الا 2.5 مليون جنيه تمام خلاص ده رقم نهائي بالنسبه لنا فانا كلمت عصام قلت له عصام حصل كذا 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 قال لي يا شيحه طب انا دلوقتي هعمل ايه قلت له انت ليك في النادي 750 نكلم رئيس النادي وتتنازل عنه وقد كان وكتبنا تنازل وخلاص وتم التنفيذ كويس كده كده تبقى حوالي 750000 جنيه فالمهم انا كلمت كابتن ابراهيم قلت له دلوقتي النادي الاسماعيلي متصمم على 4 مليون المهم هنا اهي وصلنا لل 100000 دولار ان الاسماعيلي كان هيدفعهم نادي الزمالك اذا كان هيحصل ايقاف هيدفعهم الغريبه بقى ان نادي الزمالك تعاقد مع الحضري وهو موقوف والحضري استأنف بعد كده ورجع وقعنا العقد اللي مع حضرتك ثلاث اطراف في حضوري وحضور مدير التسويق والتنازل بتاع عصام بيملك ورقه عشان اقتصر على حضرتك الطريق عشان الوقت برده من نادي سيون بتقول بالفرنسيه ان اي غرامه هتوقع لاحقا على اللاعب عصام الحضري فيما يتعلق بخرق التعاقد مع النادي الاهلي يتحملها اف سي سيون وحيدا وقع من كريستيان كونستانتين ولو حضرتك شايف فوق اسمه هتلاقي الفاكس بتاعه مكتوب على ايدك اليمين فوق كريستيان كونستانتين تمام زي ما انا مثلا اكتب انترناشونال ايجنسي في الشركه بتاعتي او وات ايفر يعني فالموضوع كده محسوم عصام يعني كده اذا كانت الفلوس مقسمه بين سيون والحضري بهذه الورقه اصبحت الفلوس كلها على سيون كانت تضامنيه بمعنى ان 796 دول عصام هيدفع منهم 100 رحلوا الموقع على الاسماعيلي وفيما بعد رحلوا من الاسماعيلي على الزمالك ده معناها التضامني كان قال تقاسمي او يقتسموا العقوب ما قالوش يقتسموها يعني عصام الحضري مجرد ان ينهي فتره الايقاف يلعب هيلعب بس هنبعت المفروض من الاسبوع الجاي هنبعت الورق اللي معانا دوت للفيفا لا للاتحاد المصري طبعا لان هي جهه عشان ويخطب للاتحاد يعني. الدولي والاتحاد الدولي يقول لنا ايه الموضوع بس انا بقول يعني سواء الفلوس اتسددت للاهلي عصام هيوقف مش عصام موضوع بعد الايقاف ما ينتهي مفترض يلعب حتى يعني. حته كمان اقولها لك يعني ان الزمالك حتى لو ما دفعش ده مش موضوعنا احنا ده موضوع هو مع سيون موضوع مع الاسماعيلي وبعدين مع سيون
موضوع هو مين تقصد؟ موضوع سيون يجيب فلوسه ازاي 100,000 دولار. ده مش موضوع عصام الحضري، لكن اللي هيسدد الفلوس للاهلي هو سيون. اف سي سيون. وفي حاله ال 696 ال 796 ما هو في 100 بلس. تمام. لكن هو في النهايه ال 796 بناء على الورقه اللي احنا واخدينها، وفي 100,000 دولار دي الزمالك اللي هيسددها، اللي كان المفروض عصام يدفعها. طب اتقال ان الزمالك ملوش علاقه بال 100,000 دولار، لان العقد اللي بين عصام والزمالك ما فيهوش ال 100,000 دولار. انا طلعت امبارح مع كابتن مدحت ووضحت الموضوع دوت، قلت ان في البيانات او الشروط الخاصه اللي في الصفحه الاخيره من العقد خاصه بالاعلانات، مش حاطين حاجه غير الاعلانات. عصام 70 والنادي 30. ليه 28؟ يعني انا مثلا ناقل لعيب اسمه محمد عادل من جمهوريه شبين للنادي المقاولين، التعاقد بتاع اللاعب في الصفحه الاخيره ما فيش شروط خاصه. كويس كده. كويس. جه نادي المقاولين عامل عقد مع نادي جمهوريه شبين ان في نسبه في حاله الريسيل او اعاده بيع اللاعب، وهو اتحطت في منطقه المنوفيه واتحطت في اتحاد الكره. هل معنى كده ان لما نادي المقاولين يجي يبيع محمد عادل مش هيدي نادي الجمهوريه فلوس؟ عشان مفيش. الموضوع منتهي، دي تعاقدات وختم نادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك انا ذاك بصفته هو اللي موقع على انا قدامي اهو على العقود.